إلى إبراهيم عليه السلام نبي إبراهيم بالله إيمان نبي إبراهيم مركي الله ما دل إلى خليل كإلهي بعطاه صاحب كإلهي ما شفع عقد وعليه صدح بينه ندوية دشة دكوس وشيء جاي أيام ما تكبر يا إله وقفت بليه هم سبين صدح كليا إنك ما أنت هم سبين بينك دعنا والنول الشيء سي أو دم بكره نبي إبراهيم صدح بين بالله يا إله دعنا صدح ذي بان كبقى يا مانتين لقوا عقاب الله يقوا قبته صدح ذا بان سديك لا هايين بانتك وباد وحي حيد ما لنتو نبي إبراهيم أود مع سنا أصنامتنا يعابد يا لنو كجج بيو إلا يدي وعيد ومقال هذا عندك وحد ما يسي برنانك وقصو بحا أقل هذا ما لنتي إلا يدي أيا ولي بعيدا لو دري أقل هذا اللي ردتك كسو سارة بغور كبا وضدونا يه أسكرتي مركي النبي إبراهيم ويما دين وحيري أنا مسعون كريوان حنون سنة هي بكويدي فقال إني سقيم أنا وان بكابودي وأجرنا رندي أجرنا محو كجرنا ذات كان قال لماذا كل من آية لقح قعنتو ذا أي كسميين عبود آية باهدو ذا أشيغان آية فوح لقح حنون صدو ويان إنك تارك السلاة ومون حنون جيا يا مالكاستا معصيبا كذا عيسى ما كمدم قنين ابراهيم عليه السلام دت كان قال لماذا كنا المقدم قنايه الشرك كجرا لان الشرك هو ظلم الظلم اللي قالوا كوي لقمان الحكيم ان جي سمحو كيري يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم الهي غير كي الله بريا الهي غير كي الله تلا سارتا الهي غير كي الله غبقا الهي غير كي الله رجيا إلهي غير كي أو مارك تاني باهيد الله شكتا وشرك إن الشرك لظلم عظيم بي. ما دام قرية سميستين نقح قعنتين أتكو سميستين أت باهيدين أو شكتا إسام وشرك ويان إلهي وادو شريك يشين إلهي اللهم شريك يلو إلهي كليقي إلا بريوم متيستي بس تاسا مركا النبي إبراهيم حنوجيني سيساقا إنك أنا مانتا أقل ديني أصحاب ديني قرابة ديني أهل ديني ميقا بلا صلاة ميقا أسعو تسدي إلهي أسرى لك أحين يا كدام غنى يا مات مدي ولالك يا هدو جرين يحنون سيحي وهدو دام غنى ومركابة دختار كات قيم هدو قاجون أيو مركابة عنا سين هدو رير جيسي دي بكود عضي نباتة دا وهدو قدام غن لكن صلاة الآن عد كدام غنى سمانت ويرته نبت أقوينا ما أنت أمضى كل على وامحي أكتر نبى نقصان دينه دايت دينه دايت الله أودت هي أهل ديني مالين بمالين تقدم بس إلهي كفو جانا يان كم مرقونا كم نضم غنم نبي الله إبراهيم عليه السلام وحيد إني السقيم أنا وجرنا هيبودي بني واتاس أوكي كت جد فاك أصنام تي وقبت أوج جبي كيو ينابو ربي بس فاس كوت جبي كيو ينابو قارت أصوري مقالات مركز الله قصوا أنه هذا ماشي معبد كي أي مادين بيد هذين أي أهل هذه النساء أججبيه أقلي وعير هذا مقالات قفك لك كمان نتقينه يركي رايا إبراهيم بانو كتقنه كلي بس ولبا إبراهيم وحلقوا يقاني أصنامتنا مرول بو عايجري إبراهيم عليه السلام أبيه آزر أي أصنامتك عنك سكو سميني جري بأنه أنت أدي بأسك أوير بكو أوران جري أرادو مقالة إنو قي يسوق أدقو إنو إيب جي مرقابو النبي إبراهيم أنت حقا كغسو حد حريق أما حقا أي أدولك جيدي جري مرقاسو أوران جري من يشتري مني أي أنيقا إيقا قدنا يا من لا ينفع ولا يضر مدان دبيا داف منا أنا لحين كي نبا إيقا قدنا يبو أوران جري إلى النبي إبراهيم أبيه اللي قصوا دعوة يقول له هذا يركع إلى هيدا ده النوع قد يبنو نجاف لقاعدين يا مالي والبي عجيب والنبي قال سق أوير هو يدي كوير هو أنا جاي الربيع يا أنا جاي بربريو وحسيو باهيد هذا دبولا مركب كتر ده أنا جا مركب هو أدي أنا أيا كور ربيو باهيد هذا دبولا مركب كتر ده أبها markaabu waxa gaag aabaxayna isagana ayaa rabbi oo ka sarreeyo wuxuu soo dhiiba markaabu tiri deer namrud boqorkii markaabu waxa gaag namrudna isagana rabbi ge ka sarreeyo wuxuu dhiiba markaabu dharbaaxa ku dhifatay ku tiri namrud rabbi ka sarreeyo ma jiree aamusiyaa lagu maqlinay ku tiri
markaasuu leh hooyo may aanu rabbi baan raadinayaa rabbigii weynaa ee koonka iyo kaainaadka abuuray baan rabaa inaan garto buu yidhi ibraahim fitradii baa guddiya dhaqaaqaysa moogta fitra saliima ku jirta qalbigiisa fitrad lehe allah baa koonka ka taliya allah baa wax kuu siiya allah baa wax kaa qaadi kara dhibiyo dheef ilaahay baa haya noloshiyo dhimashada ilaahay baa haya ciziyo dulli xagga allu ka yimaadaa faqriyo hina ilaahay baa keena xanuunkiyo caafimaadkana allah baa keena cid kalama keento cid kalama keento ibraahim calayhi salaam maadaama uu aalihadeenna yaraantiisii uu aflagaadayn jiray asaga keligiina magaalada uu ku hadhay asagaa jajabiya la yidhaha lasoo qabto maxkamaddii baa la keenay maadaa sidaa u galay qaala bal facalahu kabiiruhum hada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun buu yidhi in kaanuu yantiquun maadaa sidaa u jajabiya maxay ka ogii weynaa waa kan badarkaysaa mufaaska qoorta ku sita isagaa cadhooday oo xanaaqo yidhi aniga yaryarka sidee layla caabudaa markaa isaga weydiiyey buu yidhi beenta labaadina waa taas bal labada beenood horta eega ugu horeysa cajiib soo maa beenta saddexaad waxa weeyaan isaga iyo xaaskiisii oo bad dow saaran ayaa waxaa ka soo horbaxay nin boqora oo daalima oo gabdhaha maaragtaana intuu ragga ka qaato fara xumeeya markaasuu nebi ibraahim xaaskiisu ku yidhi haddaan idhaahdo waa xaaskaygii way iga kaa fara xumeynayaan way ku dhibayaane ragga waxaa inta badan lagu qadariyaa gabdhaha walaalahoode waa walaashay baan odhaniye adiguna waxaa tidhahdaa buu ku yidhi waa walaalkay dhab buu ka yidhi beenta saddexaadna waa taas walaalayna ahaayeen oo xaggay diintay walaalo ka ahaayeen innama almu'minuuna wax dad muslimo oo iimaan le labadooda adduunyada ku noolaa baa la yidhi saddexdaa been buu nebi ibraahim uu leeyahay banka qiyaama in laygu qabtaan ka baqayaa meeqa been ay innaka jabadaha inooga buuxda maanta beentii baa iska noqotayba wax iska caadiyadee oday baa inankiisa ku yidhi waryaa aabba beenta iska daa buu ka yidhi beenta iska dhaaf been baa lagugu sheegaya adiga beenalow ha noqon markaa buu waa yahay aabba haya ku noqon maayo waa seexanayaa buu odaygu ugu yar jeebsado yarkiisiibaa u yimid oo yidhi aabba odaygii hebel hebel ahaa ayaa iridda kuu taagan oo ku doonaya markaa buu uu jiifaa ka dhabu yidhi kii yaraa baa yidhi baleeg aabbahay beentana daa buu leeyahay asagana waa barayaa buu yidhi isagaa macalina buu yidhi yaa macalina aabbihii dhannaabaa macalina mid kale inankiisa ku yidhi waryaa sigaar baad cabtaa baa la yidhi la dhuudhuumatahay maxaa ka jira aabba ciyaalka saaxiibaday kuwa sigaarka cabaan la socdaayo laakiin anu sigaarka ma cabo waa hagaaga wuxuu ku yidhi sigaarka ha cabin buu ka yidhi hay aabo intuu lacagta soo saaru ka yidhi waa kana sigaarka ii soo iibi buu ka yidhi anigana beenta innaka maanta mujtamaceenna barayna ibraahim calayhi salaam wuxuu ka uu leeyahay saddexdaa beenood ayaan adduunyada ku soo sheegay intaan joogay in laygu qabtaan ka baqayaa buu yidhi ibraahim alkhaliil marka shafaacaddan anigu ma lihiye idhabu ilaa hayri muusa loo iman calayhi salaam nebi muusena wuxuu leeyay anu naf bini aadana ayaan gooyey oo halkii naftii maalinta aan dilay feerhka ku dilay inaan laygu qabtaan ka baqayaa maanta idhabu ilaa hayri fayaatuuna ilaa ciisa bna maryam nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ba u iman doonaan nebi ciise markii loo yimaado isag wax cudurdaara sheegan maayo laakiin waxa uu leeyahy anigu shafaacaddan malihi fayadhabuuna ilaa muxammadin calayhi salaatu wasalaam nebigeennii udgoonaa calayhi salaatu wasalaam baa loo imani doonaa oo la odhan doonaa yaa muxammed adiga ayaa nebiyada ugu dambeeyey ilaahay dembigaagii hore iyo dembigii dambeba ilaahay waa kaa dhaafay oo ilaahay jalla wacalaa macsuum buu kaa dhigay imaamul ambiyaa baa nebigeenna ilaahay ka dhigay khaatamu nebiyiin baa ilaahay jalla wacalaa uu ka dhigay markaasay leeyihiin noo shafaacad qaad oo ilaahay nooga ergee markaa buu nebigu leeyahay waxaan odhan doonaa ana lahaa ana lahaa ana lahaa ana lahaa ka ducadiisa la aqbalaya waa aniga ka shafaacadda maanta laga aqbalaya waa aniga idaa samictum almu'adina faquuluu mila maa yaquulu uma salluu calaya uma saluu allaha liya alwasiilata man sa'ala allaha liya alwasiilata xallat lahu shafaaca marka aadaanka aad maqlaysaan ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mu'adinku ereyada uu leeyahay ka daba dhahada
أذانكم مركو دمادنا أنا جاي يقول صلي أبو النبي قولي وصيلنا إلهي إيه ويديا وصيلة إلهي إيه ويديا وصيلة دوحة ويان ومنزلة جنة كتالة ومنزلة أدون أقلو جنة أقود رجس الرئيسة أدون أدومها إلهي كمدة أمبقلي دونا أدون كاسنا وحاكو رجقة وإن نقون دونه نقون دونا أنا جاي برسول كيولي نجا وصيلة إلهي إيه ويديا بالك قيامها شفاعة إذا أحلال وذيب رسول كبيري فأقول أنا لها أنا لها أنا لها كدعا جيس الأقبل إهمانته وأنك وأن رغاقب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرش ربي حق عرش لأنه رغاقي فأقع ساجدا لربي ربي قيبا سجود أبعدونا وحي إلهي إيفر دونا بول أمان الله الله أمانتي وأنا هري أدون كدوشيد أن لو أمان وأنيغنا أن هري إيسومرين أيا مالنتا إلهي إيفر دونا بأن مركاوان إلهي أماني دونا مركاوة الأردن يا محمد ارفع راسك مدح كرقات سل تعطه شيغة واحد دون إيسو واحد شيغة إلهي وكسين يا اشفع تشفع ارقب دلب الأردن يا ارقب دادك والله أقبل يا شفاعات قاد مركاوة الأردن دونا ربي أمتي أمتي الأردن دونا ربي أمتي أمتي ما أردنا يا إن أنت إذي فاطمة ما أردنا يا ماركتان الزوجة دي عائشة دتك حاسسك ستوجع على عائشة رضي الله عنها دتك كرنا توجع على فاطمة رضي الله عنها سفر هدي أكيما دو مساجد كنتو الله بركة عكتك دو أنت حاسسك سنوسمتك النبي إن أنت سفاطمك بلا بجر الزيارة دا مركابة ممكن جرتين عمر بن عاص الله رالك النقضي بأصحابه ذا كويري نبي محمد أصحابته أنه يقول جعل يهي مرقاس الله قولي أرب الله قال جعل عدك لي مي ليك ما جعل النبي أنه ذا يقول جعل يهي مرقاب الوان ويدين يا نبي قوك هدية مرقاب يا رسول الله تدك يا ذو جعشة مرقاب النبي قولي عائشة تدك يقول جعل يهي بيولي حاسكيسي إنكو ننكو ناكتي حاسكيسي إذا تدك يقول جعل يهي وكحشون يا صوم والله ورنه إسلام تسو جعل يهي عي ماها دعاية ماها وعرفي وعشرة النبي عليه الصلاة والسلام وريريس كل رقمه بدك يا دوكو جعشة يا عائشة يا رسول الله ماها حقها وينك حق الرقم بيدي ويديسها أبو بكر أبيه هدنا عمر وانسكا أبو سيدي وحنكب قيبون هدنا سيودي لها إنو نبي ويقدق لها وقفك وقدم بيسا حافظي سوج عليها marka nabi maxamed tudadka ugu jaxaasaskiisa ugu jeclaana waa aaysha ehelkiisa cidii ugu jeclaana waa faatuma banka qiyaama marka la soo saaro oran maayo ya rabbi xasan iyo xuseen baan ku weydiinay erga oran maayo wuxuu leeyahay ya rabbi ummati ummati ya rabbi ummadayd ummadaydi ummadiisu waa inaka ummadiisu waa asxaabtiisi ummadiisu waa cid alli cidii muslima shahaadanaysa qabuuraha baqiic ayuu nabigu maalin ziyaartay markaas uu duceeyay dadna markaa buu ragii la socday buu nabigu soo daymado wuxuu yiri waditu law anni laqitu ikhwani waxaan jeclaan lahaa inaan walaalahay la kulmi lahaa markaa be saxaabadu yiraahdeen nabi allah anaku walaalaha ma nihin miya markaa buu nabigu yiri maayo inaku asxaabtay baa tihiin walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ayakuna imay arkin oo imay soo gaadhin aniguna ma arag buu rasuulku oran doonaa وكو غدال ما ايمان ولي ادونك لكن و ايمان دونا بو نبي يقول مركا به صحابه راده او ادغونا ما سو غارين او ما داركين اياكونا كومي اركين قيامه سيدو غران دونتا نو شيك واخو نبي يقول هلكي اي ويسده مرين جيرين او افتيمه سو عد عد اي بنك قيامه ايمان دونا دهنا مركا سا كو غران دونا بو علامه دي ويس قبك قف كان ويسسن كان ورميس اي قف كوبكي سو لي بي انن مرين يا إلهي أنا سجود يا مسكيد أن سوق لين حال أبو قرن سجل تذكر صلاة هذا عشان توقت إلى لنا يا بنك قيام الله أبو قرن دون أيك بتكين هدو لي هاي بو النبي ودي فرضه قباب كعد عد أو وجه جنا كعد هدي الله قعد حضر فرد مدو ولا عص عص فردي سمين كده حسوا عنين صحابة هاو كده حجرن دونا مرقى أبو النبي يقول أمة دايد بنك قيامة وحن كو قرن دونا هل كي ويسيد مرين ينو افتيم يسا يمن دونا برسول كو يدي
kuwii tawxiidka iimaanka qalbigooda ku haystay islaamnimada qalbiga ay kaga jirtay ayagoo dunuub samaynayana adduunyada ka baxay ayakana nebigu ka hadhi maayo jahannamaa lagu guri ilaahay jalla wacalaa markuu naarta jahannamo kaga aargoosto ayaa kuwa gaalada odhan doonaan diintii islaamkaad u nisbad sheeganayseen hame waxbay inii qabatay sawnaka meel keliya ku wada jirnama hal mar keliya ayay odhan doonaan waa muxammadaa waa muxammadaa waa muxammadaa markaabuu nebigu odhan doonaa yaa rabbi kuwaa jahannamo ka dhex dhawaaqaya magacayga qabsadayna waa ummaddaydiiyo waa cusaadii ummaddaydee cadaabkaa intaad cadaabtay ayaad kaga aargoosatay ilaahayow ilaahow shafaacaddeeda ayakana gaarsiiyo naarta jahannamo uu ka soo saar buu odhan doonaa kuwii naarta ku dhacay markaasay ka soo bixi doonaan buu nebigu yihi iyagoo noqday dhuxul oo kale dhuxul madow albaabka jannada tog mara oo la yidhaah magaciisa nahrulxayaat ayaa lagu tuuri doonaa buu rasuulku yidhi dadna markaasay soo biqlayaan sida geedka u soo baxo ayaa jidhkoogiibaa soo bixi doonaa dadna marka jidhkoogu sideedu ku sidoodii uu ku soo noqdo ayaa halkaa waxaa kaga qornaan doonta aljahannamiyuun kharajuu min annaari bishafaacati muxammed kuwaas waa kuwii jahannamo la geliyey ee shafaacaddii nebi maxamed kaga soo baxay jahannama markaabaa jannada la gelin doonaa iyakana cusaadii ummaddiisa nebigu kama hadhin muslimkii caasiga ahaa ee isagoo maaragtaane dunuub wata oo dunuub badan wata adduunyada ka tegey naarta la geliyey ayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u shafaacad qaadi doonaa oo shafaacadda nebigu kaga soo bixi doonaa naarta jahannama haddana dad kale ayaa naarta ku dhex jira welibana kuwaasina waxay odhan doonaan laa ilaaha ila allah gaaladaa ku odhan doonta laa ilaaha ila allahdii adduunyadaad ku lahaydeen hamay waxba inii qabatay odhan doonaan sawnaga meel keliya ku wada jirnama inagoo laa ilaaha ila allah leh dadna markaasaa ilaahay odhan doona akhrijuu min annaari man qaala laa ilaaha ila allah qofkii adduunka dusheeda intuu joogay laa ilaaha ila allah yidhi naarta ka soo saara baa ilaahay odhan doonaa qulu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah sallallahu alayhi wasallam لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله وكسوا بحدنا يقنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وما لنت قال ذو أرندونا ما قعوا من إسلام كشيغن وما أنت النار كل مجرين أن نكون ولا الإسلام ماذا وأن نعم وين إلهي نسيه إلهي أنه حمدنا